يا مو هيك هيك بدك تضل قاعد وحاطط لي الحزن بالجرن؟ خلصنا لك امي، هي ابن عمك الحمد لله طاب. امو انا ماني زعلان الا عليكي. علي انا؟ اي عليكي. انت ما خليتي لحالك محب لا من قريب ولا من بعيد. ايوه عرفتي ليش انا زعلان؟ ولك امي؟ ولك امي عدوك عم بيستناك على غلطة مشان يقطع راسك ويحاسبك عليها. مين عدوي يا مو؟ بيت عمي؟ كل واحد بيبغضك وما بيرد لك الخير هو عدوك. الحكي معك صعب يا مو، صعب. وليش صعب يا مو؟ لأني ما بحبهم؟ لك مو ستك وما بتعمك فريزة هن كانوا ورا طلاقي من أبوك؟ ولك لكان أنا بعد هالعمر لك أمي أنا أطلق من أبوك؟ ومين يفضحني بالحارة ويفضح طلاقي؟ الست زهرية تبعها. لا تجيبي سيرتها يا مو، لا تجيبي سيرتها. ليش؟ لأنها فضحتني؟ أنت اللي فضحتيها بشرف قبل ما تفضحك بطلاقك. أنت فضحتيها مع أخوها وكنت بتعرفي أنه أخوها. لك الله سطر اللي ما قتلوا بعضهم من وراكي، وكله ليش؟ لأنه ما بتحبيهم. لك شو هالقلب الأسود اللي عندك؟ شو هالقلب الأسود هاد؟ ولك يا ريتهم قتلوا بعض، يا ريت. تنكشوا من تحت الأرض وبتقلوا يروح يتنازل عن الشاب بضاعة عدنان. يا أبو حمدي بس بدون بس أبو عزاد، بدون بس. خلاص مثل ما بدك بيصير، بأمرك يا أمير. سلام عليكم. قلت لي بدك تتنازل عن الشكوى مو هيك؟ نعم سيدي. وليش بقى يا روح امه؟ سيدي بدي صالحه، قلت لحالي مو حلوه ينحبس مشان شغله صغيره سواها معي. هيك لك حنون، قلبك قاقوني، قلبك يقطيني، مو على راسي، هات اصبعك لإلك. وين سيدي؟ هون. بس عبدو عبدو مور سيدي. انت بدك شي من عدنا؟ لا الله يسامحه. امين. عبتو. نعم سيدي. اولا بتطالع عدنا من نظارة اخلاق سبيل. حاضر سيدي. تانيا تانيا بدك هالدور هالقاوني هاليقطيني محلو. ليش يا سيدي؟ ليش؟ ليش؟ الله وقت يلا عم شغل خصمة شيئا. نحن عند ابوك وابو ما اسعب السلطة لك انا مرسمي وخيري. لا لا بالعرب محل بيلي. لا بالفرنسي محل بيلي. نو يلا 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 دخيلك يا عبدو. جدام من كعب الدس دخيلك يا سيدي دخيلك. تطرق من امتى؟ والله تعبت اليوم. ايش بدي ساوي هيك بده ابو حمدي؟ ابعتين ما فيها شي بدنا نتسبب.